بمناسبة مرور 93 عاما على نكبة احتلال الأحواز العربي من قبل الدولة الفارسية المحتلة، وكذلك الذكرى 38 لتأسيسها، عقدت الجبهة العربية لتحرير الأحواز مؤتمرها 9، وذلك يوم السبت الموافق 21 من أبريل الجاري في هولندا، وحضره العشرات من الأحوازيين والأشقاء العرب. ألقيت في هذه المؤتمر كلمات من قبل المشاركين، كان من أهم الكلمات ما تلاه السيد سمير ياسين أمين عام الجبهة العربية لتحرير الأحواز، والذي ركز على أسس المشروع الوطني الأحوازي الذي طرحته الجبهة في هذه الدورة من مؤتمرها 9. وحاصر حصارك أيها الهمجي، فعدوانك العنصري سيرتد إلى عنقك، فالنصر قرارنا، وتعيد الجبهة العربية لتحرير الأحواز قراءة التاريخ، وتعلن عن رؤيتها السياسي، ويتضمن إعلانها للتمهيد المشروع الوطني المؤسس للميثاق الوطني الجامع. كما تم إشهار مؤسستين أحوازيتين جديدتين في هذا المؤتمر، وهما رابطة الخضر الأحوازيين، والتي تعني بالبيئة ومتابعة جرائم نظام طهران البيئية في الأحواز، وكذلك المركز الجغرافي الأحوازي، والذي يعنى بجغرافية الأحواز وحدودها التاريخية. هذا وكرم قائد جيش تحرير الأحواز اللواء راضي درويش مقاتل هذا الجيش من خلال تقديم شهادة تقدير قدمها لأحد الضباط نيابة عن جميع المقاتلين. كما تم الإعلان عن منتدى الصداقة المغربية الأحوازية، وذلك من خلال مسؤول الهيئة التحضيرية للمنتدى، وهو المواطن المغربي السيد محمد سيسين، الذي رأس وفد المغرب في هذا المؤتمر.